السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أوتو رشيد للإبداع والتنوع. اليوم أنا عندي مشكلة سخونة العجلة الخلفية للسيارة. عندي العجلة اليمنى الأخيرة اليسرى، عندما أدخل أصابعي في داخل تلك الثقوب أجدها باردة، لكن هذه العجلة اليمنى الخلفية عندما أدخل أصابعي فيها أجدها ساخنة. سنتطرق إلى هذا الموضوع مع بعض ونقوم بمعالجة هذا المشكل إن شاء الله، تابعونا. خذ داخل السيارة، فرنا مال هنايا، فرامل اليد هذه هنا، واش دير؟ دير بريمير، غير رقم واحد، ولا هنا تخبط وتروح تشوف. لهنا رانا طلعنا السيارة وكليناها، واش نديرو؟ نحو لي بونون، هادو لي كات بونون، هادو زوج محبوش يتحلو بالسيف باش تحلو، حتى نضربت هذا البولون هذا ضربته بالمارطو باش نحلي. سخونة السيارة، سخونة، المهم نحلهم ونرجع لكم. نحينا الرودة نتاعنا ومن بعد لهنا راه معمر بالتراب، نحاولوا باش نقيوه فرشات باش نخدمو خدمة ناقية. راكم تشوفو لهنايا، هذا هو الطوندير اللي الناس اللي ما تعرفوش، الداخل كاين واحد لي بلاك ماشي كيما تاع لافون، وانما جاي نصف منا والنصف الاخر منا، واسمهم لي فيريدو، يخدمو بالكابل هذا. الكابل هذا هو اللي راهو جاي تاع فرامل اليد، راكم تشوفوا فيه جاي هنا وكي تجبد الفراميل تاع اليد، هذوك لي بلاك هذوك ينحلوا يزيروا على الفيريدو هذا. كما راكم تشوفوا لهنايا راه مزير، المهم واش نديروا؟ نقوا كما قلت لكم هذا الاتربه هذه نقوها، ونحو هذا البوشون الحديدي هذا، ومن بعدها نحلو لي فيس تاعنا. كاين واحد اثنين، خاوتي هذا البوشون يكون لاصق مليح، على بالي بلي يعذبكم كون تحبوا تنحيوه. لازم لهنايا واش دخل موس باش تفتح شويه، من بعد كي تفتحوا شويه دير له ديغريبون، اي ديغريبون باش يدخل للداخل يسهل لك عمليه الاخراج. من بعد تنافيس منا وتضرب باش يخرج، دور عليه غير بشويه. وهذه الطريقه اللي تبعتها باش حليتها، كما راكم تشوفوا لهنايا راهو اول مره ينفتح. الضربات هادو انا ني درتهم دروك، المهم نحلو ونعاود نرجع لكم. على بركة الله هراني نحيت، أول مرة تتنحى السيركة، شوف هاي نقية من داخل الله يبارك. هلو كنا نحاولو باش نحلو لي فيس تاعنا هادو ثاني، ما حبوش يتنحاو راني نحاول معاهم، ومن بعد نعاود نرجع لكم باش نحطو ندير هذا. كما راكم تشوفوا خاوتي، اول حاجه لازم نضربها من شويه
ومن الثاني المارطو عليا انا راهي مفرينيا دونك بالحق عليا راهي مفرينيا سما صعيبه شويه باش تخرج لازم نحاول معاها باش نخرجها غير بشويه ها شو البرادة هذيك من احتكاك هذوك لي بلاك هذوك مع هذا الطوندور نحاول انايا خاطر راني نصور بيد ونحل بيد ما ساعدنيش الحال المهم انتم حاولوا باش دخلوا كاش على لهنايا حاده وضربها بالمارطو غير بشويه ولا ساعدتكم الخطر الاولى ضرب شويه منا بالمارطو ومنا ثانيه شويه بالمارطو وهكا شويه دحرجها او سيكوسيها شويه تخرج لك خرج الطوندور هذا وتشوف واش كاين داخل دروك انايا نحاول باش نحيها ونعاود نرجع لكم لهنايا كما راكم تشوفوا البلاكة فيها هذا الجروح راني حاولت انايا باش ندخل هذا المارطو الحاشية نتاعو وندور باش ندير واحد المقاومة مقاومة كما يقول لك مقاومة طردية باش نخرج هذا الطوندور او خرج بشق الانفس نشوفوا البرادة هذه كميتها تاع البرادة تاي هذي تبابا شو الكميات هذا غبار برادة هذي وش يلزم يلزم قوموا بتنظيفها خلينا نصور المهم بفرشات حاولوا غير بشويه تنظفوه لان هذا الغبار هذا الاسود هذا ما يدخلكمش في الجهاز التنفسي لهنايا الحمد لله يا ربي الجدار تاع الطوندور هذا مازال سليم ما فيهش الخدوش هذيك العميقه كاين بعض الخدوش صح ليست بعميقه لهنا هاك نشوف شوف لهنا كاين هذا الخدوش اما هذا الجهه ما كانش ما واش معناتها معناتها هذا المكان هذا هو اللي كان ملتصق الجهه الثانيه نفس الشيء اذا لهنا باش تشوفوا مليح كما راكم تشوفوا لهنا لهنا هذه الجهه راهي مليحه الجهه اللي من هي فيها بعض الجروح او هذه الخدوش الناتجة عن التصاقها اللا ارادي بالجدار الداخلي لهذا الطوندور انا واش يلزم ندير ننظف هذا المكان كامل ونزيد ننظف هذا المكان ونعاود نرجع لكم باش نعطيكم فكره عن طريقه حل هذا المشكله دروك راني قمت بتنظيف تلك البراده بهذا الديكريبون او ماده اخرى التي تجدونها مناسبه
نقيت قدر المستطاع. راكم نشوفوا مع بعضنا العملية تاع الفرملة الفرامل تاع اليد كيفاش تكون العملية نتاعها. الناس اللي ما تعرفش نروح نوري لكم على المباشر لهنايا كيفاش تاع هكذا راهو اللوفي هذاك تاع الفرنامة راهو هابط. راهو هنايا انا نطلعو كي نطلعو واش واش يندار. هادو يخرجوا كي يخرجوا يزيروا على طوندور. طوندور هذاك هاي لاصقه فيها الروده معناتها الروده ما تتحركش. دروك نشوف مع بعض. شتو خاوتي هاهم كانوا مغلوقين هبطتهم غلقتهم ومن بعد عاود فتحتهم كيما هكذا راهم مفتوحين معناها هاهم لهنايا في هذه الجهه والجهه هذه يكون الطوندور مزير عليهم معناها الروده لهنايا تنحكم هكذا ما كاش مشكل. انا عندي الاشكال وين راهي تسخن لي الطوموبيل تسخن لي الروده. الروده هذه منين تسخن سخن معناها هذه كي نهبط اللوفي تاع الفرنامه واش يصرى هادو ما يتبلعوش 100% يتبلعوا حاجه تاع 90% هذيك 10% 10% هذيك او 5% يبقى هناك تماس بين هادو لي فيريدو هادو مع الطوندور يبقى هذاك الاحتكاك. نتيجة الاحتكاك واش يصرى يصرى سخونة في العجلة كاملة في الطوندور ثم تنتقل الحرارة إلى العجلة. هذا هو السبب اللي خلى الطوندور تاعي يسخن. حنا واش يلزمنا الآن واش يلزم أنا سنوريكم انا واش يلزم باش تدو فكره معايا. انايا نبحث على هذا الشيء بحثت عليه ونفيدكم بالمعلومات اللي تحصلت عليهم وانتم ثاني نفس الشيء ديروا لنا كاش تعليقات اسكو معلومه هذه اللي اعطيتها لكم فادتكم ما فادتكمش كاش ما تعطوا لنا ايضاحات اخرى. المهم حنايا واش نديرو هذاك راه مفتوحين في عمليه الفتح ما عندناش مشكل حنا في عمليه الغلق واش ندير نروحو نهبطو الفرنامه اللي هو اللي عندنا الاشكال فيه ما نغلقو كي نغلقو ما نغلقش 100% شنو الحاجه اللي تتحكم في هذا الغلق راكم تشوفوا لهنا هذا اللوفي هذا اللي من وراء الروسو شنو قربوا لكم باش تشوفوه مليح. شو هذا هذاك المسنن هذاك المسنن هو اللي يتحكم في المسافه تاع الغلق سواء تغلق بزاف ولا تغلق شويه. واش ندير لازم لي ندور هذاك ندور وباش ندوره لازم لي السيركليبس هذا هو اللي يغلق على هذاك دروك كيفاش نحل هكذا يتحرر كي يتحرر ندور هذاك الاخر. دروك نوري لكم لهنا راه تحرر واش ندير ندور هذاك ندورو باش يتبلعو مليح. بصح قبل ما كيفاش نعرفهم بلي يتبلعو مليح ندير علامات لهنايا علامات هنا وهنا وهنا باش نعرف روحي اسكو تبلعوا لي مليح ولا ما تبلعوليش. دروك نعاود نرجع لكم. انا وجبت جبت الماركر هذا باش ندير علامه هنا العلامه هذيك واش تبين لي لهنايا تشوفوا العلامه راهي الجهه هذه نزيد علامه هنا
هذه واش تبين لي؟ تبين لي الاماكن القديمه. من بعد هنايا كي نضبط كي نزير هذه واش هذاك هذو يهبطوا كي يهبطوا كي بعدوا لي على هذو النقاط نعرف باللي لي فيريدو تاعي راه منغلقوا مليح. دروك تشوفوا معايا انا درنا هنا ودرنا هنا مام هنا هنا باش نديرو العلامة هذه. نشوفو كي نديرو العلامة اللي هنايا فيه الفيتلاج هذا نشوفوه إذا درك هذاك أو إذا عقب هذاك العلامة هذيك نعرفو بلي رانا نزيرو. إذا بقى باين نعرفو رواحنا بلي رانا نرخيو مناش نزيرو. شوف لهنايا شوفوا لهنايا العلامة معناها راني درتها في المكان القديم اللي مازال ما خربناش. من بعد نجيبو سلك كيما هكذا الحاجة اللي تساعدكم ها نجبد به نجبد به هذا. شوف هاو كان هنا كي نجبدو يتحرر. ومن بعد واش ندير نبدا ما باش نفيكسيه نفيكسيه ونخدم نخدم آلاز باش ندير دروك نفيكسيه لهنايا باش نخدم آلاز كيما راكم تشاهدوا لهنايا السلك هذا زيرته هنا ودرته هنا باش يساعدني ها هكذا يتبلع ينغلق وهكا نفتحو باش نقدر نخدم. واش ندير لهاديك هذيك بواسطة التور النفيس نبدا نزير فيها أو العكس. شوفوا لهنايا بتور نافيس هكذا نزير عليه ما حبش يدور. واش درت هنايا كما قلت لكم لهنا عاود زيرته مليح. هذا اللاري هذا يوقف ها يوقف الاخر هذاك البولون باش ما يزيدش يتحرك. هيا بواسطة هذا التورنافيس والمارتو ندق عليه الجهة السفلية. الجهة السفلية كي دقيت عليه واش صرا شوفوا معايا لهنا ها بيتينا لتتذكروا كان لهنا كان هذا البلاكة مع النقطة هذا البيضة. شو عندك لهنايا هذه كاع المسافة كي زيرتو شو عندك عاود دخل لهنا ثاني نفس الشيء لهنايا هبط بصح ما هبطش بزاف بصح هذه الجهة هبطت بزاف. نعاود نحاول نهبط هذه الجهة أو على ما أظن إذا ما هبطش نعرف باللي وهذه هبطت لي هذه الجهة نعرف باللي هذا هو الحساب نتاعو ما غاديش تهبط من هذه الجهة. نحاول ونعاود نرجع عليكم. المهم العلامة هذه كان اللي تساعدوا العلامة هذه ها شوف كيما هذه العلامة هنا راهي هبطت وهذه نفس الشيء لهنا الفرانما رانا مهبطينو
الفران هذا تاع البولون هذا، شوف كم شتو معايا، درت الكوريكتير لهنايا درتو، دروك راه ما كانش. واش معناتها؟ معناتها راه تخبى. هاني هذا راني زيرتو، كي زيرتو معناها هادو يتلظوا في حاله اني هبط الفرانه ماتي، معناها كي نهبط الفرانه ماتي تكون السياره في حاله سير، كي يكون في حاله سير هادو يهبطوا ما يعودوش يتوشيو في الجدار هذا الداخلي اللي اطوندر. ومن بعد واش ندير؟ ما تنساوش اهم حاجه اللي هي الفران هذا. انا كنت داير لهنا السلك باش نكمل العمليه نتاعي، ومن بعد عاود نحيته، نتاكدوا مليح اننا ما خلينا حتى حاجه عالقه. وكما راكم تشوفوا لهنايا البلايك هذو راهم ملاح، راكم تشوفوا فيهم راهم عراض راهم ملاح، حتى الكتيبه هذه ما زالت. انا الله اعلم ما كانش صاريت لي من مده طويله، الفتره الاخيره برك هي اللي صارت لي فيها هذا المشكل. بعد ما ديته للكونترول تكنيك، كونترولا قال لي هذا الرودة نتاعك التاليه راهي تفريني قبل ما نفريني انايا بالفرنامه. عرفت. ومن بعد واش دير؟ عمليه بسيطه، انك تدخل صبعك في ليترو هذو تاع العجله وتتمس هذا الطوندور، تعرف باللي راهي السخانه كاينه ولا ماكاش. جي لي من هنا بارده، جي هذه سخونه. المهم كما قلت لكم رجعت الفران لهذا، هذا هو. ما ساعدنيش الوقت، كون ساعدني الوقت نحي كاع هذو اللي في ريدو، نحيهم ونقيهم مليح. انايا ماهمش لي مسخين بزاف، نقيتهم في بلايصهم. انتوما ممكن تحبوا تبدلوا لي في ريدو تاعكم، ما عليكم الا تصوروا العمليه. تنحوا الرسور هذا، تنحوا هو اول شيء، من بعد تنحى هذا السلك هذا تاع الفران هذا، ومن بعد تنحى الفران، ومن بعد تبدا تنحف الرسور هذا، ومن بعد تنحى هذا ثاني، ما يخلوش هذو لي بلايك هذو يخرجوا منه ومنه، وتنح. تحبوا تعاودوا رواحكم في فيديوكم ولا لي فيديو هذو كي يموتوا خلاص يؤدوا، ما كانش هناك تلامس بينهم وبين الطوندور. انا يتوى ايرام جدد بين السخانه هذه، كانت الفتره الاخيره برك ماشي مده طويله ليها. راكم تشوفوا لهنا الجدار ماوش مخدوش بزاف لهنا يا برك، انها مش مده طويله. صح رجعوا كل شيء لبلاصتو لهنايا، كي تدخلوا الطوندور تحسوا هناك تلامس بين هذا واسمو لا لي فيريدو هذا والطوندور. المهم من بعد كي نتاكدوا كل شيء في بلاصتو، نرجعوا الطوندور تاعنا في المكان تاعو، هاو يدور بكل سهوله. ان شاء الله تنجح العمليه برك. حنا واش يلزمنا دروك؟ ركبوا ديفيس تاعنا، هذا خسر ما حبش يتنحى بسهوله، هذا ابقى صحيح. نركب هذا، وخطره اخرى نجيب لها واحد كيما هذا جديد، ونركبوا في الجهه الاخرى، ومن بعدها نرجع البوشون تاعها لهنا. كان لي يعمر هذا بلاغريس، كل واحد هو شي يحب يدير، باش لهنايا التراب ما يدخلش، وتكون لهنايا سلاسه الرول مو تاعك باش تحافظ عليها ولا كيفاش. من بعدها نرجعو الروضه طلعوها بلاصتها، ونديرو لي بونو هيا، وعلى بركه الله سير الله يهنيك.